هود، قبل ما نخش في تفاصيل كوره وكلام بجد، وانت متعلق مباراه في رمضان بالنهار، انا السؤال ده جالي وانا جاي، يعني بالنهار بتعطش بتتعب وعايز تاخد نفس، بتتعب اكتر من اللعيبه، تمام؟ قول لي المباراه كده عدت عليك في رمضان وكانت متعبه عليك جدا، يعني المباراه كانت ممله وانت تعبت وزهقت ومش عارف بقى خالص. احكي لك فيها واقعه لطيفه جدا كمان. كنا بنعمل مباراه ايطاليا اوروجواي على اون سبورت قبل كاس العالم بالظبط، فاكر اون سبورت خدت المباراه دي حصري، صح؟ فسافرت مع كابتن حازم وكابتن ايمن يونس وسافرنا ونعمل الماتش. حلو. الماتش كان في رمضان، بيتلعب في ملعب اليانز ريفيرا في مدينه نيس. وبعدين احنا طلعنا من مصر، رحنا فرانكفورت ترانزيت، وانا مذنبق السفريه كلها. هم احنا على سفر يا جماعه هنفطر، انا اقول لهم لا انا همسك، انا مش انا بعد رمضان مش هرجع اعوض تاني، ما بنسى، الواحد بينسى. صح صح. طيب فروحنا ميونخ، الدنيا كانت بتغيم في مصر، احنا طالعين المغرب خلاص، المطريه الساعه 3 العصر، رحنا ميونخ لقينا الشمس لسه في نص الظهر ساعه، وهنركب طياره تاني عشان ننزل نيس. اوبس. نزلنا نيس لقينا الساعه 9 ونص بالليل. كابتن حازم بقى ربنا يديله الصحه قال لي انا اول ما اشوف واحد بره في الشارع هقول له كابتن المغرب بيبدا امتى؟ ايوه انا عايز اكل. الشمس بتنزل امتى؟ وبعدين كان نفس يوم الوصول ويوم تعليق المباراه، انا قررت ان اعلق المباراه اكمل صيام. ماشي. انت كنت كده بقالك قد ايه صايم؟ دخلت في 16 ساعه زمن يعني. دخلت في 16 ساعه وابتديت بقى يجي لي ديهايدريشن، ابتديت انشف. وبعدين اكتر حاجه منغص عليا وانا بعلق ان احنا مصريين التعليق بقى عربي ومصري. المعلق الايطالي قاعد جنبي. الالم بتاعي او بتاعه ضاع. ففي الم على البنش، فلما بيجي يحصل تغيير بنتخانق على الالم. فوصلنا لمرحله بقى ان انا قلت بقول له ما تخليش اخسر صيامي عليك اصلا. بقفل البتاع كده لانه بعدين. وبعدين ابتدى قرصني في ايدي، خدت الالم، فالتغيير اتحصل، كان مش عارف مين بيلوتي خرج ومش عارف مين. فانا رحت قايل التغيير وهو ما خدش باله، كان بيبص في الورقه ما يعرفش مين اللي اتغير، ابتدى يبص في ورقتي، رحت منداري ورقتي. يا سلام. كل واحد يبص كل الموضوع كبير. الراجل ده سلى صيامي جدا، وكان كل شويه يشرب. فبعدين ايه لما جه صالحني فبيديني اشرب، فقلت له لا مش عايز. قال لي كمان بتتنك كمان. مش عايز. فكانت قصه طويله. حلو. انتهت من كابتن ايمن يونس، ربنا يكرمه حبيبي كابتن ايمن، كل سنه وهو طيب، انا بحبه جدا، كلنا بنحبه. طلع اربع ادوار في المدرج وجاب لي ميه وفضل واقف لحد ما انا خلصت وسلمت، كان هو كسر صيامهم وراح مديني، كانت اطول مده صوم، بس فعلا تعبت جدا جدا قوي قوي، كان باور طبيعي مش طبيعي.